يا رؤوف بيه، ده شيء ما يزعلكش. عموما ده مؤشر اننا بنقرب من الهدف واننا اصبحنا مؤثرين فعلا. تفضل تفضل. ملاحظ ان العربيه اللي ورانا من ساعه ما نزلنا من الجورنال. تقول ايه؟ اهدى يا رؤوف بيه، لازم نتاكد الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه. فعلا دول ورانا. مين دول؟ حاول تهرب منهم يا رؤوف بيه. انا ما بهربش، ما بخافش من حد يا سعيد. يا رؤوف بيه، ممكن يكون قصدهم انهم ياذونا. احنا مش عايشين في غابه يا سعيد. يا رؤوف بيه ارجوك، ده نفس اللي حصل للباشا الله يرحمه واتقتل قدام بيته كمان. حاول تهرب منهم، اسمع كلامي. يعني ايه يا تفيدة؟ رفضت يعني ايه؟ هو لعب عيال؟ ايه اللي خلاها بس ترفض يا تفيدة؟ مش عارفة، راسة وقلف سيف، مش عايزة تقابل حد وقافلة على نفسها الباب. يا ساتر، للدرجة دي؟ معلش يا سعادة الباشا، اصلها طلبت من امها انها تروح شبرا، امها رفضت فزرجنت وحكمت رأيها. تروح شبرا يسلم. وإيه اللي جاب الحكاية دي تاني على بالها؟ خيرية أفندم يا باشا، روح لها دلوقتي قول لها إن أنا موافق تروح شبرا. مش معقول أبدا، سي با بوسيبل يا باشا. أيوة بس هي عايزة تزور. أنا عارف يا تفيدة هي عايزة تزور مين، اطمنوا. إحنا دلوقتي ناخدها على عقلها وبعدين نتصرف. يلا يا خيرية روح لها. يلا يا حاضر يلا. حاضر يا باشا. يلا اسكوزي موا. يلا اتفضلي. افتحي يا هدهد. مواصفات يا روحي. اهلا يا طنط، ازيك؟ يعني يهمك تطمني عليا يا هدهده؟ امالي سايبانا قاعده لوحدك هنا وقافله على نفسك؟ مش معقول يعني عشان اختلفتي شويه مع والدتك تقومي تقاطعينا كلنا؟ يا طنط انتوا احنا ايه؟ احنا ما نقدرش على زعلك ابدا. ولعلمك بقى، عمك حسين اول ما عرف الموضوع زعل قوي قوي، قال لها مالكيش حق يا تفيده، هدى حره تعمل اللي هي عايزاه وتزور اللي هي عايزاه. يا لو عايز تنزلي شبرا من بكره مفيش مانع ابدا. شفتي بقى يا حبيبتي انت غاليه علينا قد ايه؟ يلا بقى يا روحي، يلا ما دام اطمنتي، يلا اقعدي معانا بره ونورينا كده، وبالمره تتعرفي على الست مدام ماريكا اللي جايبها لك عمك. ولزومها ايه مدام ماريكا دي؟ يوه يا هدهده يا حبيبتي، مفيش داعي ابدا انك انت ترفضي كده من باب الطاق. وبعدين لا سمح الله احنا بنطلب منك حاجه وحشه ولا حاجه عيب. مدام ماريكا دي بقى يا ستي هتعلمك الاتيكات، البروتوكول، ازاي تتصرفي مع الطبقه الراقيه اللي اكيد من هنا ورايح هتشوفيها كتير قوي. يلا يا روحي، يلا يا حبيبتي قومي اقعدي معانا. يلا. حاضر يا طنط. اختي عليكي وعلى جمالك، كلمه حاضر طالعه من بقك زي العسل يا روحي. يلا يا حبيبتي، يلا يلا يا روحي يلا.